السلام عليكم. بعد اتجاه العالم الى فيديوهات قصيرة، سويت حساب في كواي ونزلت الاكلات العراقية والعربية بشكل مختلف. دخلت مسابقة اقوى مبدعي الفاميلي، مسابقة يشترك بيها 3000 صفحة منشئين محتوى. نزلت اشكال والوان من الاكلات العراقية، صوتي وايضا فيديوهات اخذتها وحطيت موسيقى حلوة رتبته. حصلت على مركز 37 من اصل 3000 شخص دخل هذه المسابقة. مشاهدات حصلت 5 ملايين مشاهدة و 19000 مشترك خلال فترة شهرين. مسابقة هاي لمدة اسبوعين حصلت على $30. نزلت اكثر من 1300 فيديو بمختلف الأنواع والأكلات والحلويات والمعجنات. حصلت المركز 37 من أصل 3000 دخل المسابقة. نزلت اليوم 10 فيديوهات رهيبة عن الأكل العراقي، بحيث اللي يشوف الفيديو يمطق هواي ويعيش بالوهم.